ابن أم مكتوم صحابي جليل كفيف البصر ما يرى، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يصلي في بيته لأن كفيف البصر وبعيد الدار، عنده مشكلتين: مشكلة أنه كفيف البصر، والمشكلة الثانية أن داره بعيدة عن المسجد. فجاء يطلب رخصة، يستأذن أن يصلي في بيته. لماذا استأذن ابن أم مكتوم؟ لماذا طلب الرخصة؟ هذا السؤال وجه إليكم. ابن أم مكتوم لماذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الرخصة في أن يصلي في بيته؟ لماذا استأذن؟ لأن الصلاة متقرر في نفوس الصحابة أنها واجبة في المسجد، فجاء يطلب رخصة. لو كانت مستحبة وليست واجبة ما احتاج أن يأتي يطلب رخصة، لكنها متقرر عند الصحابة كلهم أنها واجبة ومتأكدة في المسجد. لو كانت مستحبة ليست واجبة ما يحتاج يأخذ رخصة في مستحب، لكنها متقرر عند الصحابة أنه واجب أن يصلي في المسجد وهو أعمى وبعيد الدار. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه، يستأذنه أن يرخص له أن يصلي في بيته. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة. في رواية قال: لا أجد لك رخصة. انتبه يا صاحب البصر السليم والبيت القريب من المسجد والقوة الصحيحة في جسمك، انتبه. هذا صحابي وبعيد الدار وكثيف البصر، وجاء أيضا أنه لا يجد قائد يلائمه، فقال: هل تسمع؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة. مرة مررت في قرية في شرق المدينة فرأيت حبلا ممدودا من أحد البيوت البعيدة عن المسجد إلى باب المسجد، حبل ممدود. فسألت أحد الإخوة هناك، قلت: ما هذا؟ قال: في هذا البيت رجل أعمى وشد هذا الحبل بين بيته وبين المسجد، لأنها قرية مفتوح المجال، ربما في البيوت التي في المدن قد لا يتيسر مثل هذا، لكن بيوتهم متباعدة وفي في 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 سعة من الأرض، فشد حبلا من بيته وهو مرمي في الأرض، إذا خرج من بيته يمسك بالحبل ويمشي إلى باب المسجد، وإذا خرج من الصلاة مسك الحبل إلى بيته، وهكذا خمس صلوات في اليوم والليلة، كثيف ما يرى. وتجد ناس كثير مبصر وجسمه قوي ويسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وكأن الأمر لا يعنيه، كأن الأمر لا يعنيه، وكأن هذا النداء لغيره ليس له، وهذه مصيبة عظيمة. استمع إلى الحديث الآن سيورده الشيخ. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة، يعني مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم في النار. هذا يدل على أن الأمر ليس بالهين، أمر خطير جدا، أحرق عليهم بيوتهم بالنار. لو كان الصلاة مع صلاة الرجال مع الجماعة مستحبة ما يهم بهذا الأمر، لكن هذه واجبة فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده. واستمع أيضا إلى هذا الحديث الآخر، وهو حديث حسن في سنة ابن ماجة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. بعض العلماء يقول: لا صلاة له، يعني لا تقبل صلاته، يصلي في بيته ما تقبل ما دام أنه يسمع النداء في بيوت الله ثم لا يأتي يصلي مع الجماعة، فلا صلاة له من عذر.
وبعض العلماء يقولون لا صلاة كاملة أو تامة، أيا كان هذا يدل على وجوب هذه الصلاة في بيوت الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الشيخ رحمه الله أثر عظيم جدا في صحيح مسلم عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فيه موعظة بليغة نافعة تتعلق بالصلاة مع الجماعة. يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن يعني في المساجد، حيث ينادى بهن يعني في المساجد في بيوت الله، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. انظر، يعتبر أن ترك الصلاة مع الجماعة باب من أبواب الضلال، ترك سنة من سنن الهدى العظيمة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر فضيلة اتيان المساجد، قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد أن يذهب إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها بها درجة ويحط عنه بها سيئة. هذه مع كل خطوة، كتابة حسنة ورفع درجة وحط سيئة، كل خطوة يخطوها إلى المسجد. ولما أراد بنو سلمة أن يبنوا دورا قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم التي تخطونها إلى المسجد كلها تكتب لكم درجات عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولقد رأيتنا، انظر مكانة صلاة الجماعة عند الصحابة رضي الله عنهم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عنها أي الصلاة في المساجد، يقولون إلا منافق معلوم النفاق. ثم انظر إلى قيمة الصلاة مع الجماعة عند الصحابة، يقول: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني بنفسه ما يستطيع يمشي، ما يستطيع إلا أن يعضد له رجل عن يمينه ورجل عن يساره، ومع ذلك ما يجلس في بيته، يأتي وهو بهذه الصفة. وسبحان الله، تجد أناس أقوياء وأصحى وأجسام في عافية وفي نشاط وينادى للصلاة في المسجد وعنده كأس الشاهي يشرب، وتقام الصلاة وتنتهي وحرم من الصلاة كأس شاهي، جالس مع الشاي أو مع حتى لعب أو مشاهدات محرمة أو حديث ولهو أو بيع وتجارة وشراء. والله جل وعلا قال عن الرجال: رجال لا تلهيهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة.